الأزمة الدبلوماسية الناشبة بين أنقرة وتل أبيب والتي زادها اشتعالا طرد السفير الإسرائيلي من تركيا امتدت آثارها للسائحين من مواطني الدولتين. السياح الإسرائيليون اشتكوا من سوء المعاملة التي تعرضوا لها في مطار اسطنبول، وهي نفس الشكوى التي صرح بها السياح الأتراك في إسرائيل. رئيس هيئة المواني الجوية يرد قائلا: طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل المتفق عليه بين الدولتين والذي قررته وزارة الخارجية، فإننا نطبق على المواطنين الإسرائيليين نفس المعاملة التي يطبقونها على مواطنينا. نسأل نفس الأسئلة التي يسألها موظفوهم لمواطنينا من 5 لـ10 دقائق، بعدها نرحب بالزائرين. وحتى في الأماكن السياحية يبدو أن السياح الإسرائيليين أصبحوا غير مرحب بهم من قبل الشعب التركي.